موضوع قانون العفو مضى عليه ما يقارب السنة، نحن نراوح في مكاننا، تم قراءة الأولى ثم قراءة الثانية، والآن أيام قلائل سوف يتم التصويت على قانون العفو إن شاء الله في خلال الأيام القادمة. خلال الأيام القادمة إن شاء الله تم القراءة الأولى، قراءة الثانية، وتعديل بعض الفقرات، حذف بعض الفقرات، إضافة بعض الفقرات. حقيقة قانون خلي يسمع الجميع أهلنا في جيد. محافظة نينوى جيدة. إنه نحن مع قانون عفو لإخراج الأبرياء حصرا وليس المجرمين أو القتلة. القانون العفو لا يشمل القتلة والمجرمين، يشمل المخبر السري وشبهات الوشاية وكذا، يعني لم تثبت عليه جريمة مشمول في عفو إن شاء الله، المشتبه بهم وغيره. نعم.